اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما أراد الله جل وعلا أن يوجد نور فاطمة ابنة النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، جاء الأمر من قبل الله جل وعلا لنبيه: يا محمد اعتزل خديجة 40 صباحا. فاعتزل النبي خديجة 40 صباحا بأمر الله جل جلاله، حتى جاءت الساعة التي تكون فيها ماء فاطمة في صلب محمد، فنزل الأمين جبرائيل على قلب النبي صلى ومعه طبق من طباق الجنة فيه عنب، وقيل فيه تفاحة من تفاح الجنة، وأمر الله جل وعلا نبيه أن يأكل ما في الطبق كاملا. فأمر النبي أمير المؤمنين أن يغلق الأبواب، وكان من عادته إذا وضع مائدة الطعام أن يدخل عليه السائل والمسكين، إلا في ذلك اليوم الذي أراد الله جل وعلا بوجود نور فاطمة. فلما أتم النبي ما في الطبق قام لفاطمة سلام الله تعالى عليها، ما إن مرت يده على حلقة الباب تقول خديجة: عرفت أن الذي عند الباب هو محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، تقول خديجة: ففتحت الباب لمحمد ودخلا عندي ولم يبتعد عني إلا عندما شعرت بثقل فاطمة في رحمي. الله اللهم صل على محمد وآل محمد، تقول خديجة: وما مرت الأيام إلا وسمعت لها حديثا وهي في بطني. فدخلا علي محمد وقال لي: يا خديجة، إن الله جل وعلا قد أخبرني أن الذي في أحشائك هي ابنة من نسلها تكون ذريتي. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام. تقول: فبينما هي كذلك والأيام في تسارع، تقول: وإذا بي أرى أنوارا صواطع وضياء لامع، وفاحت روائح المسك والعنبر، فعلمت أنها الساعة التي أضع فيها بابنتي فاطمة. تقول: فبينما هي كذلك إذ سهل الله ولادتها فوضعت بها طاهرة مطهرة.
الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان كل بياض والحاضرين واللي يقرأ لكم واللي يجاوب ما يجاوب شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر شعت فلا الشمس تحكيها زهراء من نورها الأكوان تزدهر شعت فلا الشمس زهراء من نورها الأكوان ليش مكة اليوم صارت زاهرة والفرحة عمت ايام بسمع الونة لابسة ثوب المسرة وبين يديها ورود ضمت جاية تنثر علينا كل معانيها التمت والزهرة ايدك فوق والزهرة يلا لا تستحي شجعوني اللي في النص ها هالليلة ميلاد الزهرة هالليلة ميلاد هالليلة ميلة هالليلة بضعة الهادي محمد شرفت عالمنا واسعد والسعد هالليلة انشد شعت فلا الشمس تحكيها ولا شعت فلا الشمس تحكيها ولا زهراء من نورها الأكوان فاطمة القرآن وتشهد هالسور ليها شهادة الله أحيا الكون منها وامتلأ كل سعادة بالله شوصف نور حكمة زهد توحيد وعبادة كمالها يدك فوق كمالها هاي لا تستحي لا تستحي كمالها كمالها للعالم رابها كمالها وكملها للعب وكملها يجري بدمنا ولاها بالقلب زايد غلاها واحنا من نذكر اسمها صرنا نتأمل علاها شعت فلا الشمس تحكيها ولا شعت فلا الشمس تحكيها ولا زهراء زهراء من نور يا إلهي يا إلهي بالبتولة احفظ الشيعة الأكارم في المشارق والمغارب من براثات كل ظالم بيها نتوسل ولا عدنا وسيلة بغير فاطم والشيعة والشيعة فعيدك فوق والشيعة أخوتها جاوبني ها والزهرة عنوان الشيعة والزهرة والزهرة عنوان والزهرة احفظ لنا المرجعية
والعمام الفاطمية في أرض قوم العزيزة وابن جفن الحيدرية شعت فلا الشمس تحكيها ولا شعت فلا الشمس تحكيها زهراء زهراء من نور بضعت الهادي النبي يا نور بالجنة أعمى البصر والبصيرة من يصد عنه حب النبي والعترة مثبوت بالسنة وياكم حسن ظل انت وياكم حسن ظل انت وياها والجنة والجنة اخوتي ها ايدك فوق جاوبني ها بالزهرة ارزقنا الجنة بالزهرة 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 وبالزهرة للزهرة والآل كل أعيادهم نحتفل نبتهج ويا النبي بالنور شيخ وطفل ثابت نهجنا ولا تهمنا فتاوى النذل كل فتاوى تكفير ينشرها عديم الأصل ها والجنة والجنة مذهبنا مفتاح الجنة مذهبنا 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 بالزهرة والمصطفى والآل من هاشم احنا كسبنا الإباء ما نخشى من كل ظالم هذا خبيث افترى منا سماحة العالم واجب من الدين ننصرى سماحة الشيخ قاسم صيحاتنا صيحاتنا وين يدك فوق يا الحاقد اسمع صيحاتنا يا الحاقد اسمع يا الحاقد اسمع يا الحاقد اسمع صلوات صلوات على محمد وعلي محمد صلوات صلوات على محمد وعلي نبينا محمد صلوا عليه وعلى علي والزهرة البتولاء هي ملاذي وأملي موالي ما ترفع صوتك لا لا تستحي صلوات صلوات على محمد وعلي وباسم الحسن مع حسين ريحانة الهادي النبي والسجاد والباقر والصادق أصل مذهبي والكاظم ثم الرضا وبالجواد والنقي وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي والحسن العسكري والقائم المؤملي
بذكرهم جميعا ثقل البلاء ينجلي. إلهي وربي بهم تقبل عملي. صلوات صلوات على محمد وعلي وأفضل الصلاة والسلام عليك. علي فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر